البلدية الكويتي اللي تعمل بحزم على مكافحة ظاهرة انتشار العزاف في مناطق السكن الخاص والنموذجي بعدة إجراءات. رادي يعني بسعود، احنا يمكن هالموضوع تناولناه في أكثر من مرة، وفعلا لأهميته استمرار البلدية في متابعة هذا الموضوع والتصدي له. هم جزاهم الله خير، يعني رجال البلدية مو مقصرين إن شاء الله من هذا الاتجاه، ولكن أيضا الرسالة موجهة لأصحاب البيوت الخاصة. صحيح. بالتحديد يعني أنت خلاص يقولوا لكم ممنوع البلدية، ما أدري ليش موضوع أن التجاوز والعناد والمكابر وأنك تحط عندك عزابة، لأن ترى الموضوع بالأول والتالي راح يأثر عليك، على بيتك، على جيرانك، على أهل المنطقة. صحيح. بشكل عام، لأن العزابة إحنا ما ندري، يعني خاصة لما يصيرون وايد ما تدرون شو اللي عندهم. طبعا هذه الإجراءات وهذا العمل اللي تقوم فيه فرق المتابعة في البلدية ما يكتمل إلا بتعاون المواطنين وأيضا الوافدين، واللي مطلوب منهم الإبلاغ عن أي تجمعات العزاب في السكن الخاص. اليوم رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع مع جهود بلدية الكويت في هذا المجال. معنا في الاستوديو ضيوفنا الكرام، المهندس محمد الجلاوي رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في فرع بلدية الفروانية، ومعنا أيضا المهندس عبدالله المطيري من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فرع بلدية الفروانية. أرحب فيكم طبعا في العالم هذا الصباح، نورتونا، ويعني هذا الموضوع اللي فعلا يعطيكم ألف عافية على تناوله، وبدنا نعرف التركيز على هذا الموضوع والإجراءات التي تقوم فيها البلدية للحد من هذه الظاهرة. شنو اللي تتم؟ شنو الإجراءات اللي تتم حتى نصل إلى بالنهاية الهدف المطلوب؟ أول شيء نصبح على المشاهدين بالخير. أهلا وسهلا فيك. وتشرفنا في حضور برنامجكم الكريم. سهلا مبارك. بالنسبة للإجراءات اللي تصير البلدية، نستقبل الشكوى وبعدها نوجه لإنذار للعقار المعين، ونرسل كتاب للوزارة الداخلية بالتحري على العقار من وجود عزاب من عدمه. في حال إجابة الوزارة الداخلية وجود عزاب، يتم تسجيل محضر مخالفة ومخاطبة وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي على العقار. أبي أكلم المهندس محمد الجلاوي، طبعا أجدد لك التحية. مثل ما ذكر المهندس عبد الله، في إجراءات معينة قبل لا تتخذون اي، يعني قبل لا تتخذون نقول الاجراء الحازم او الحسم في الاجراء اللي هو قطع التيار الكهربائي، بتكلم عن هذه الخطوات، ايش كثر تاخذ منكم وقت في حال تم قطع التيار الكهربائي؟ ايش كثر يتم قطع على اساس انه ممكن انه يرجع؟ وايد اسئله في بالنا، ولكن خلينا ناخذ شيء. اول شيء اشكركم على الاستضافه الطيبه هذه. هي للأمانة ظاهرة العزاب هي من أسوأ الظواهر اللي قاعد نشوفها، اللي تشوه المنظر العام وتشوه المنطقة وتخرب المنطقة السكن الخاص والنموذجي. أول شيء نقوم بتلقي البلاغات من حيث التواصل، برامج التواصل الاجتماعي أو في فرع المحافظة المعينة مثل محافظة الفروانية على سبيل المثال في خدمة المواطن. يجي المواطن أو الوافد يقدم شكوى أن في عزاب في عقار معين، يحط عنوانه والبيانات كاملة. أول شيء تروح الشكوى إلى إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع المحافظة نفسها. حلو. فيحولها رئيس قسم الشكاوي أو المخالفات إلى المراقبين أو المهندسين، ويقوم بوضع إنذار، ملصق إنذار بوجود سكن عزاب. أول شيء مدة أول أسبوع. فقط إنذار. إنذار مدة أسبوع. أوكي. نبهناك ترى عندك عزاب وراح ناخذ عليك الإجراءات القانونية. أوكي. في الاسبوع هذا في عدد كثير اللي خلاص درنا وصلنا له، يعني عنده الوقت الوضع الكافي انه يقدر انه يعد الوضع. يتصرف ويعد الوضع. يعد الوضع. بس تعديل الوضع عندنا الحين خصوصا في اللجنه اللي شكلها معالي وزير الدوله لشؤون البلديه استاذ فهد الشعله وباشراف المهندس سعود فايز الدبوس للقرار 125 على سنه 92 بحظر سكن العزاب السكن الخاص والنموذجي. بعد الاسبوع هذه اسبوع المهله اللي الملصق الانذار. حلو. في ناس تجاوب طواعيه من نفسها، اعد الوضعي، رد بيتك على وضع القديم، تقسيمات الداخليه، مخالفات البناء. ها يعني لا لازم حتى من داخل البيت يعدل. يعدل يرد البيت الوضع السليم كما هو مصرح له في البلديه مثل الموجود في المخطط. يشيل التجاوزات. جميع التجاوزات. جميل. وبعدين يتم تنسيق ويا لجنه العزاب اللي تضم الجهات الحكوميه، وزاره الداخليه، بلديه الكويت، الكهرباء والماء، والهيئه العامه للبيئه والقوى العامله، ووزاره الاشغال. ما شاء الله ست. اي نعم. اي نعم. في جولات رسمها لنا رئيس اللجنه المهندس سعود الدبوس بالزام جميع المحافظات
بطلعتين على الأقل، جولتين مدة أسبوع على نفس السكن، على نفس مو نفس السكن الشكاوي. أوكي على الشكاوي كلها. يعني أنا كدوري كرئيس الطوارئ أني ممثل اللجنة، أنسق بين الجهات بمكان معين، الرقابة الهندسية التدقيق متابعة بالضبط. هي اللي تزودني في العقارات، العقارات وكل جهة تأخذ إجراءها على حدة في الميدان نفسه، ونأخذ إجراءاتنا الكاملة، إجراءات العزاب اللي توصل لقطع التيار والمخالفات اللي عقب الإجراءات. يعني هو أساسا ملصق، وبعد الملصق بأسبوع يتم المتابعة لمعرفة إذا كان هذا الشخص المسؤول عن هذا الموضوع اتخذ الإجراءات المطلوبة أو أنه يكون فيه. نعم قسم المباحث ردون علينا أن العقار هذا يوجد فيه عزاب. هل يتم فيه هناك مداهمات مثلا لبيوت السكن اللي تكون مثلا ما استعانت أو ما تعاونت مع الجهات المعنية؟ الأمانة صادمها، المداهمات تكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية مش البلدية اللي. بس يصير فيه يعني أنه مداهمات. مفهوم المداهمة قصدك فيها إذا كان العقار مشتبه أنه محول إلى مصنع خمور أو شيء من هذا. أنا يكون فيه هناك نوع من. نعم تكون تنسيق مع المباحث. أما كعزاب لا، العزاب يكون ملصق الإنذار بعدها مخاطبة الداخلية. لما يجينا رد مخاطبة الداخلية أنه يوجد عزاب بالسكن يتم تسجيل المحضر ومخاطبة وزارة الكهرباء القطع التيار، وعند خروج اللجنة للعين المؤجرة يتم رصد مخالفات العزاب والبناء والعشوائيات إن كان في كيربي أو أملاك دولة كلها. وهذا كل أغلب يعني العشوائيات نتكلم عنها اللي هي المخالفات إن كانت داخل أو خارج داخل البيت. تقسيمات داخلية أي. كشقق داخلية أو غرف أو بقالة أو أي شيء كان داخل التقسيمة مو نفس المخطط المرخص فيه. حلو. وكل باللجنة كل وزارة فيما تخص مخالفاتها تتبع إجراءاتها اللازمة. طيب في ناس عيت ما تبي تطلع، أو في أصحاب يعني ملاك لهذه البيوت الخاصة عيت يقول لك أنا ما بطلع على سبيل المثال ما يرجع للتيار. ما يرجع. إحنا نقطع التيار عليه بموجب أنه يوجد عزاب ونسجل على المحاضر ومخالفات، ما يتم إعادة التيار إلا في إخلاء العزاب وإعادة السكن كما هو مرخص على أوكي. إزالة جميع المخالفات عنه، بدون إزالة ما يرجع للتيار. شنو العقوبات اللي تتم على الأشخاص اللي يعني غير قطع الكهرباء؟ هل هناك في أي عقوبات أو غرامات؟ نعم هو يتم عليه قطع التيار الكهربائي، ويتم عليه محضر العزاب، ويتم عليه محضر بناء، هذه كلها محاضر مخالفات. فتتحول إلى مخالفات. نعم وتخالف وتخالف البيئة من ناحيتها إذا كان يوجد مخالفات، وتخالف الإشغال من ناحيتها إذا كانت يوجد مخالفات، فكل وزارة حدة تعطي المخالفات اللي. مهندس محمد أنت ذكرت لي 6 جهات في اللجنة. لو بتكلم وأنتوا صار لكم الحين تقريبا أكثر من 3 سنين تقريبا في محاربة سكن العزاب في الأماكن الخاصة أو في البيوت الخاصة. ما زالت هناك كثير من المناطق ما زال فيها عزاب، ما زال هناك كثير من المناطق قاعد تسكن عزاب. يعني في انت قاعد على قولتهم تحلونها بصوب وردون من صوب ثاني. تقدر تعطيني احصائيه على سبيل المثال لو تقريبيه يعني خلال سنه 23 على سبيل المثال؟ خليني ابين لك شغله استاذ نجيب، المخالفات الحين اللي بسكن العزاب خصوصا العالم عرفت. انا اكثر خليني اتكلم على المحافظه الفروانيه كون المحافظه الاكثر محافظه اكثر محافظه تضم العزاب. يعني عندك مناطق عندنا احصائيات في المناطق عدد مرتفع يعني بالعزاب. الخطوات جاده في يعني مثل ما قال المهندس عبد الله ما يرجع لك تيار لين ما تخلي البيت كامل اخلاء العزاب وترد على الوضع الطبيعي. ما ردي في بعض الامور ما ترد نحررها محضر مخالفه البناء. محضر مخالفه البناء كل زياده يمكن توصل من 500 الى 1000 دينار. 500 دينار للمتر. للمتر 500 دينار. ايه السكن الخاص. يعني الواحد ما يتحمل على نفسه طبعًا. كل هاللعبة هذه ويعني حتى وزارة الكهرباء والماء لما تروح تبي ترجع التيار تدفع كل اللي عليك. يعني عندك 70 عقار 80 عقار تدفع كامل على 70 مو مثل العقار هذا. يعني الإجراءات مو سهولة مو غشمر مو غشمر تصل إلى أرقام شوية يعني مخيفة. أضيف حابب نقطة بس أستاذ نجيب سألت عنها من 2019 أن المخالفة العقار إذا تكرر عليها العقار أن مأجل عزاب وأخلى وبعد ذلك جت الشكوى طلعنا نفس العقار المخالفة هني تدبل
تندبل مو نفس المخالفه الاولى، تصير دبل عليه، الثالثه تصير دبل اكثر. يعني كل مخالفه تصير غرامات اكثر، دينار عقب تصير 2000. نعم تدبل عقب تصير اربعه، لانه مسجله من قبل محضر وهذا محضر ثاني، خلاص يصير هذا العقوبه. نعم. كل ما لانه هو يسجل تعهد اصلا انه ما يسكن العزاب مره ثانيه في الاعاده الاولى، فلما يصير عليه شكوى ثانيه. احس ان هذه طريقه سليمه للتعامل مع هذه العقليات اللي مثلا تحاول انك تتعامل معها بالقانون ما تستجيب، فتضطر انك تحط عقوبات كل ما لو تكون اكبر عشان الواحد يتعلم بالنهايه. نعم مو نفس المخالفه الاولى والثانيه والثالثه. وهذه المشكله يعني في كثير من المواطنين يعني مستغل هذه البيوت الخاصه في انه يسكن العزاب، لكن هو ما يعرف الاضرار اللي قاعد تصير على المنطقه، على الفريج. نعم. على الجيران، على اضرارها من التركيبة السكانية والخدماتية والبيئية وكلها حتى الاجتماعية. يعني الواحد ما يقدر يسكن فريج والبيت جنبك إلا ما تدري شنو فيهم، بعضهم تغيب بعضهم موجود بعضهم ما تدري شنو. صح، وما تدري مثل ما قلت حتى الثقافات بعد مو نفس الثقافات ومو نفس كذا. يعني ونعم فيهم كوافدين ولكن ثقافاتهم ما تمركب مع. طيب لما نقول عفوا مها، لما نقول احنا ست جهات كلجان، انت قلت لي ايضا ست جهات في لجنه، في لجنه واحده، ست جهات. نعم. مجتمعه في لجنه واحده. نعم. كل لجنه او عفوا كل جهه تخصصها شنو؟ يعني اعتقد يعني البيئه بتحكي عن البيئه، نقول كهرباء والماء، كهرباء والماء داخلية. ولكن ما يكون هناك في تعاون بينكم؟ ما يكون هناك في تدخلات؟ يعني طبعا التدخلات اللي نتكلم عنها كمقترحات، كتنسيق، على اساس انه ايضا العمل يكون افضل. اللجنه شكلت للتنسيق ما بين الجهات هذه، ولكن مخالفات مثل البيئه ما تفضلت تكون في مثل شبكه الصرف الصحي في الجوره تكرم. نعم. الكهرباء في زياده العدادات والاحمالات، بعض الكهرباء الفيوزات والعدادات يكون مو نفس الترخيص، مرخص على خط 120 وزايد 150، فهذه مخالفه ياخذها من الكهرباء والبيئه نفس الشيء. والاشغال بعد هم عندهم مخالفات متبع لهم حسب لوائحهم وانظمتهم، فتشتغل يعني وين ما يطقها عوية يفر على السد. للأسف هذا في ناس تكون نفوسها ضعيفة فتستغل أي فرصة. نتمنى هم من بعد المواطنين أنهم أصحاب العقارات العزاب أنهم يتعاونون مع الدولة، لأن بالنهاية هذه بلده. صح. يعني يدمر الدولة ويدمر المجتمع اللي البنية فيه تضرر على البنية التحتية. طيب خلينا نسأل سؤال، احنا قلنا نتكلم عن السكن الخاص مثلا، لما نتكلم عن إذا أحد الشركات قامت بتسكين عمالها في سكن أو في مناطق سكن خاص، شلون يتم التعامل مع الشركة؟ احنا لما نوصل للعقار في اللجنة ناخذ البطائق المدنية عن طريق وزارة الداخلية ويتم استلام استلام عنهم. نعم الاستعلام عنها أن كان هذا عنده إقامة أو ما عنده إقامة. في حال عنده إقامة وجميع الشركات تأخذ بالكتاب وتخاطب فيها بلدية الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه الشركة ما وفرت للعامل هذا السكن في المكان المناسب، لأن من قوانين الشركات أن توفر السكن للموظفين. نعم. يتم التعامل مع الشركة على أساس أنها شخص على أساس القوى العاملة. نعم تتبغى إجراءاتها مع الشركة نفسها. نعم. مهندس محمد وتصل بعد لإغلاق ملف الكفيل نفسه بالقوى العاملة منطقي، يعني اذا لا يعني تسكر الملف ويتم وضع بلوك احترازي من قبل بلدية الكويت على فترة معينة ويرجع ولا على طول الى اسباب ازالة المخالفة ليه ما تزال المخالفة بعدين ممكن يفتح. اذا قصدك على القوى العاملة، يعني لا القوى العاملة ما ادري شو الاجراء، بس تاخذ اجراءات اللي اعرف انه يعني ما يتمناها صاحب الشركة. اي طبعا اكيد تعديل ما قلت يصير خلاص، يصير يعطونا رمز انه ما يقدر يجدد اتوقع ولا يقدر يسوي شيء، لانه يعدل وضعه ويرتب وضعه وينقل العماله في سكن أكيد معين. اكيد. طيب مهندس حمد قبل شيء ذكرت انه على كل متر 500 دينار. ايضا مهندس عبد الله ذكر نقطه اللي هي الكل متأذي منها ويمكن البلد قاعد تأذى منها بشكل عام، وهي مو موجودة فقط في سكن العزاب ولكن أيضا في موجودة في أماكن كثيرة، ولكن خلينا نتكلم عنها كون احنا قاعد نتكلم عن سكن العزاب اللي هي مجارير الصرف الصحي، قاعد يربطونها في مياه صرف مياه الأمطار. هذه أيضا لازم يعدلها من أحد الأشياء اللي هو صاحب السكن، لازم يعدل ويشيل ويسكر وإلى آخره. طبعا كل هالأمور على حساب الخاص. أكيد أستاذ نجيب، يعني عشان مختصر يعني ألخص لك شلون الحالة اللجنة تعامل ويا هذه الظاهرة. تفضل.
يعني لما تطلع البيئة أو البلدية هذا ما راح تخلص أي جهة إلا لما تسكر الملف هذا بالكامل. يعني لما تجي على بلدية أنا ما راح أخليك صاحب العقار لما أسكر ملفك بالكامل، وإذا رديت مرة ثانية وأصبحت في الفترة الأخيرة قليلة يعني احنا خفت يعني عن قبل جدا الحمد لله، مو خف يعني بشكل بسيط الا الحمد لله بشكل ملحوظ. في ناس ازالت المخالفات، هذه معناته هذه الاجراءات جابت ازالت المخالفات. ولما نقطع الكهرباء عنا بعد استاذ محمد، بعد نقطع الكهرباء عنا ويروح لوزاره الكهرباء يردون للبلديه طبعا، لما يجي للبلديه احنا ما نعطي الكتاب الا يشيل مخالفاته على اساس تقدر يرد كهربته، فكل جهه مرتبطه بجهه. ممتاز. وال بما يخص يعني ربط المياه الامطار مع الصرف الصحي، هذه طبعا مخالفه تتحملها يعني او اللي تاخذ اجراء فيها الهيئه العامه للبيئه، مشكورين للامانه في تعاون من قبل البيئه ووزاره الاشغال. والاشغال نعم، يعني طلبوا دعم من وزاره الاشغال وما قصروا، حضروا للموقع وصاروا من ضمن اللجنه لفتح الصرف هذه، ساعات يشبكون البيوت هذه الصرف. صحيح. غير المخالفات البيئيه اللي توصل كامل، وغير اللي بعد قطع التيار الكهربائي اللي حط الجنريتر. اي صح طبعا، هذه ندورهم دوا. طبعا احنا بعد ندورهم دوا يليهم. لا ليش؟ لان المخالف دائما يحاول انه يسبقك بخطوه بيطلع له شيء، فاحنا بدل ما يسمع الكلام ويتعلم من الدرس يروح يسوي يتمادى اكثر. شو نسوي الفرق الرقابيه بعد ما ناخذ اجراءاتنا؟ في فرق رقابيه موجوده وفي بعد لجان شعبيه او مو لجان شعبيه، مثل تقول ناس متطوعين اي من اهل المنطقه نفسهم يتواصلون يعني هم يكونوا قراب و صحيح قاعد يشوفون، ففي تواصل مباشر ويانا. حلو. يعني مثل يعني على سبيل المثال في مستثمر في منطقه خيطان بعد ما قطعنا التيار الكهربائي عنه قاعد يردون تياره، التيار ما يرد يعني ما حد يقدر يطلع الا الوزاره نفسها، فشون الطريقه صدنا المستثمر هذا نفسه و يبوق الكهرباء لمكان ثاني؟ لا ما يبوق. هذه هم في حاله صدناها بخيطان، ان اللي قبل لا يبوق الكهرباء خذينا فيه اجراءات، فهو على باله انه خلاص انه اللجنه مشت اي خلاص الموضوع انتهى. لا في فرق رقابيه هم التابع اللي سويناه عنه. بس انا الحين مستغرب شلون قاعد يرد الكهرباء؟ واللي ردها للامانه صدنا عماله ترد الكهرباء يا تاخذ اليوميه او متخصصين في الشغله هذه. شلون يعني؟ وكان اي كانوا مو محظوظين هذاك اليوم، ان بلغونا وجيناهم على وقت متاخر يعني. عسى الله لا يعطيهم الحظ ان شاء الله. اي والله. لا وابشرك تم ابعادهم. هذا السؤال اللي كنت ابي اساله. رحنا الى مخفر المنطقه نفسها وتعاونوا ويانا مباحث الاقامه وزاره الداخليه هم جهدها تشكر عليه الأمان في اللجنة طبعا أكيد. من أكثر من شغلة يعني تأمين اللجنة وحماية والبحث والتحري هم إحنا نعم. نتحرى عن العقارات العزاب هذه وغير الحملات اللي تصير ساعات بالتنسيق في بعض العقارات تضم أنشطة داخل شفنا جميع الأنشطة أنشطة مخالفة أكيد يعني بعد يعني فتح ملف من غير ترخيص فتح المحل من غير ترخيصه قبل البلدية في بيت تم القطع عنه في يضم 4 أنشطة داخلي من مسمكة وبقالة ومطبخ مركزي وحلاق يصبون طراريد بعد وتم القطع التيار عنه وتم وضع عليه بلوك احترازي وتم تحرير طبعا انت مطعم موجود انت من يعني يشوفون ان اللجنة او الجهات حادة الناب عليهم شادة عليهم الكل يبلغ الثاني ففي بيوت يعني اوريدي تم ازاله الانشطه هذه حتى في وافدين مستثمرين تم ابعادهم عن طريق اللجنه. طيب هذا في حال اذا كان، بس اذا كان الشخص الموجود داخل هذا البيت او الساكن داخل هذا البيت ما عنده فكره مثلا ان هذا الموضوع مخالف او انه كان عايش فيه على اساس انه هو هذا المكان اللي وفر له اياه صاحب العمل، فهل يتم ايضا ابعاد؟ هل يتم اتخاذ اجراء معين مع الوافد اللي كان يكون الساكن في هذا السكن؟ هو اللي صار الحين انه لا كشفنا على البيت وطلع العماله اللي داخل البيت هذا في استعلام من قبل وزاره الداخليه، هل الاقامه ساريه او منتهيه؟ في حالات كثيره نشوف انها منتهيه، واخر حاله قبل اقل من 12 ساعه احنا كنا بحمله امس منطقة الفردوس والعرضية وتم قطع تيار عن عدد من العقارات ورصدنا حالة أن تغيب من 2016 حالة هذه شنو يستخدمون
مكتب خدم وهمي. هذا بالساعات. نروح موضوع. هذا بس ما يعني خذينا إجراءات كاملة وحولنا وخذينا كامل الإجراءات فيها خاطبنا فيها الوزارة. طيب مهندس عبد الله سمعت وودي أعرف أكثر منك إن في بعض العقوبات توصل على صاحب العقار توصل إلى 50,000 دينار. نعم هذه العقوبات. شلون؟ عن طريق البيئة. عن طريق البيئة. نعم مخالفات البيئة توصل 50,000. إذا مثل ما قلت لك مخالفات البيئة إذا شبك الصرف الصحي مع الأمطار مع الأمطار والبايبات تغيير البايبات فهذه مخالفاتها توصل ل 50,000. ها يعني غير مخالفات البلدية والكهرب والأشغال غير اللي ممكن نحيطها عليه. نعم. المخالفات اللي تجمع جميع المخالفات من 6 جهات توصل ل 50,000 ولا ممكن أنت حتى لو أخليت العزاب وعدلت السكن وشبيت كهربتك مخالفتك فعليا من عندنا احنا كاداره دازينها لرايحه خلاص راحت القانونيه انت تنفذ تنفذ يعني. تنفذ عليك لان تسجلت في وقوع الحادث انت عدلتها بعدين ردناك الكهرباء بس المخالفه ساريه المره الثانيه تدبل عليك يعني المخالفه فيك عدلت نعم لكن ايضا لابد بس بما انك غلبت راح تدبل لا اذا عدل وطلع على المهندسين وكشفوا انه عدلوا تمام وردوا له الكهرب وبعد شهر شهرين جت عليه شكوى ثانيه وطلعنا عليه ولقينا هو نفس العقار واعطيناه مخالفه هني المخالفه تصير دبل أيوة من كانت 500 تصير 1000 1000 تصير 2000 دبل على كل مخالفه تزيد مو ثابت العافية على هذا العمل وبصراحه تتمنى فعلا ان اصحاب السكن يتعاونون مع الجهات المعنيه للحفاظ على اولا منظر فعلاً. المناطق الحفاظ على الوضع مثل ما قلنا اذا من كل ناحيه من كل صوب مؤذي للناس اللي حوالينا فشلون الواحد يقدر يحافظ احترام القانون هذا شيء جدا بسيط اول شيء هو القانون لا وجد نصل لهذه المراحل هو القانون وجد لوضع الأمان أو لزرع الأمان بالضبط. ولا ما تلجأ إلى القانون صح. إلا لأن هذا القانون راح يأمنك هذا القانون هو اللي راح يوفر لك راحتك وأمانك وإلى آخره من هذه الأمور طبعا احنا نفخر في عملكم شهادة لله وفعلا يمكن احنا من الناس اللي قاعد نشوف هذا الأمر وقاعد نشوف ان من خلال عملكم في من يعني سكن العزاب وبالتحديد خلينا نتكلم عنه اللي كنا قاعد نتكلم عنه شفناه قل بنسبه كبيره الحمد لله شفناه خف في اماكن كثيره ان شاء الله نشوفه اكثر واكثر يعني ان شاء الله طبعا بجهودكم بارك الله فيكم مهندس محمد الجلاوي رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع فرع بلديه الفروانيه والمهندس عبد الله المطيري من اداره التدقيق والمتابعه الهندسيه فرع بلديه الفروانيه بارك الله فيكم وفي عملكم جزاكم الله وتشرفنا فيكم فعلا فخورين بعملكم الله يسلمك استاذ نجيب استاذ ما قصرت في عندك كلمه ودك تقولها قبل أن والله اول شيء يعني اشكركم او في الختام اشكركم بقى. والله احنا اللي نشكركم شهاده استاذ نجيب يعني الامانه ظاهره العزاب ولا غيرها او خلينا نتكلم على وجه الخصوص ظاهره العزاب يعني اكثر من مره تصير ان حتى الجيران يقول بيض الله وجهك بس احنا ما نقدر نشتكي نستحي يقول لي استحي لان هذا ما استحي منهم صاحب العقار نفسه ما استحي صحيح صحيح فال يعني هذا حتى الموظفين البلديه نفسهم او موظفي الجهات يتحمسون في الشغل هذا وغير مقبول حتى الواسطة يعني أبو سعود ما يدري عنها حتى الواسطة ترفض القانون قانون يعني ما حد له وجه والله في عزاب بتوسط ما يقدر لا اللي يغلط يستحق العقاب يستحق العقاب واللجنة ماشية الحين ترأس الحين المهندس نواف الكندري وإن شاء الله مستمرين باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله يبارك فيكم المهندس محمد الجلاوي والمهندس عبد الله المطيري شكرا جزيلا لكم على وجودكم وتشريفكم لنا في البرنامج على مشكور شكرا لكم